ايوا انا تبعت الحلقه اللي دوزتي انت معاه، هو راه صرح لك هو، ولكن ما طرقش هذه النقطه هذه. واش توصل بسحب الرخصه من طرف الجماعه؟ ما هدرش عليها. واش عول فوي اخي عول يمشي؟ ما طرقش عليها. هو طرق على الاليات ديالو سليمه، هو فعلا ان ديك السيد عنده رخصه ديال الجماعه، وديك السيد راه عنده رخص من قبل ما تجي هذا المجلس. هذاك المكان راه معروف، كانت من دائما كتسقم فيه هادشي. حنا فعلا ملي تعمل القطار فائق السرعه والنفق راسلنا كنقولوا هذاك المكان لم يعد لائقا، شوف شي مكان اخر. وخبرنا ربما كنتوقعوا بان العمليه تحتاج شويه ديال الوقت باش يجمع داك الشيء، لان بحال اللي ركبوا راه بقى من الطلب نزلوا فيه يناير خذا الرخصه حتى اواخر افريل، بمعنى خذات واحد 4 شهور هو كي انستالي الماتريال ديالو. دابا ربما كنعتقدوا بان كيخصو شي شويه ديال الوقت باش يحيد هذا الشيء عن طريق السلطه. بلغنا عن طريق السلطه ونعتقد على انه راه غادي يهز من تما المساله ديال الجماعه. لم تقم بعد بسحب الرخصه؟ لا سحبتها هي، راسلت له كتقول له لان في الرخصه اللي عطيها لان الجماعه من حقها ان تسحبها في اي وقت، وحنا اشعرناه في يونيو وتوصل بها في 16 في ماي في اواخر ماي راسلناه، وتوصل بها رسميا عن طريق السلطه المحليه في منتصف شهر يونيو. وبالتالي نعتقد بان المساله وقت باش 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 يهز ديك الاليات ديالو. اما هو بالنسبه لنا في واحد الوضعيه قانونيه، عنده التامين ديالو، عنده الرخصه، كيعمل الخبره السنويه ديال الاليات ديالو، عمل العقود ديال الماء والكهرباء مع الشركه امانديس، كيأدي التزامات مع اصحاب الخواص اللي هو كريم من عندهم العقار. وبالتالي بالنسبه لنا نعتبره هو في وضعيه قانونيه، لان هذه المساله ديال سحب الرخصه ملي كنصيفط لواحد السيد انا كنقول له خصك تجمع، الى اقتضى الامر انا غنقول له في تاريخ كذا خصك تكون حيدتي من تما، سنلتجا لهذه المساله هذه.